ان استاذ مهند دكتور مهند معانا مره ثانيه. دكتور صباح الخير على حضرتك مره ثانيه. معلش بعتذر انا في الطريق والشبكه مش احسن حاجه. معلش لا يا فندم ولا يهمك، بس الحدث اللي احنا بصدد الحديث عنه هو اللي احسن حاجه وكلنا فرحانين جدا بيه. طبعا دي حاجه عظيمه، يوم للتاريخ، وجينا يعني رفعت راسنا واول لاعبه من الاهلي كلاعبه يعني انسه تحرز ميداليه اولمبيه، دي حاجه للتاريخ. انا كنت سامع كمان دكتور محمد حسن بيسرد لحضرتك التاريخ، بدانا ازاي في الكاراتيه النادي ووصلنا لايه ووصلنا لكام مدرب وكام لاعب وكان بطل عالم. يعني عايزين نقول ان ابن النادي او عضو النادي لما بياخد الفرصه والاهتمام وتتوفر له الادوات لو هو كويس فعلا بيظهر وبيقدر يوصل للعالميه. النادي الاهلي بيشارك في كل بطوله عالم بلا يقل عن 40-45% من قوام المنتخب من لعيبه الاهلي وبيجيبوا ميداليات. اكيد دكتور محمد حسن طبعا ادى حضرتكم تفاصيل عن كده. انا بتشرف جدا جدا ان انا واحد من اسره الكاراتيه، بتشرف ان انا قدرت اساهم ولو بشكل ان احنا نحط مصر على المنصات العالميه. دكتور محمد حسن من الناس اللي بتخش في كل التفاصيل، تفاصيل التفاصيل تعبينه دايما معانا، فطبعا عارف حكايه كل واحد فينا بدانا ازاي وجينا ازاي وكل نفسي كمان هو كمان يشرح لكم الصعوبات اللي مرينا بيها واللي مرت بيها جيانا اكثر من الانجازات. يعني نتيجه جيانا دي مش نتيجه بس انها اكثر لعيبه حصلت على بطولات عالم، اكثر لعيبه او حصلت على ميداليه اولمبيه، لا جيانا مرت بظروف صعبه جدا وصعوبات كبيره جدا، النادي كان دايما في ظهرها، دكتور محمد حسن عنده خلفيه عنها، فدي اللي بتدي طعم للميداليه اكبر واكثر يعني. فكلنا حاسين ان احنا الميداليه دي بتاعتنا، كلنا حاسين ان احنا فاهمنا فيها وشاركنا فيها، والحمد لله يعني ربنا كان تعبنا بحاجه غاليه جدا. وطبعا بالنيابه عن مجلس الاداره وكابتن محمود الخطيب بقول لها الف الف مبروك وبشكرها جدا على تعبها وتعب كل الجهاز من اصغر مدرب لحد دكتور مراد عاصم ودكتور محمد حسن. بشكركم جدا طبعا تغطيتكم اول باول وعلى طول ملازمين اللعيبه، دي حاجه يمكن يعني زمان الكلام ده من 10 15 سنه كنا بنفتقد حاجه زي كده. فالحمد لله يعني الامور كلها ما فيش بقى اكتر ولا احلى من مداخله السيد الرئيس انه يتكلم على الانجاز ويتكلم على الميداليه ويتكلم على بطلاتنا، بطلات الذهب والميداليات الاولمبيه، حاجه تسعدنا جدا. يعني كل واحد فينا منتمي لاسره الكاراتيه حاسس ان هو عريس صراحه يعني. دي حقيقه فعلا، ولكم ان تفخروا وتشعروا بسعاده غامره. برضو قبل ما نقفل مع حضرتك الاتصال ده اللي طبعا سعدنا جدا بيه وتشرفنا، كنا بنتكلم من شويه انا ونهاوند مع الدكتور محمد حسن على فكره يعني جت سيره الكلمه القماشه، ان القماشه بتاعت البطل، فاحنا كنا بنسال الدكتور محمد وسمعنا اجابته ويهمنا برضو نعرف راي حضرتك او اجابتك على نفس السؤال. ايه الخامات الثانيه اللي موجوده عندنا؟ ايه القماشات الثانيه اللي موجوده عندنا في النادي الاهلي وفي عالم الكاراتيه المصري بشكل عام اللي ممكن ان شاء الله يفرحونا نفس فرحه جيانا لينا النهارده؟ لا احنا عايز اقول لك ان صعوبة الإنجاز اللي والنتائج اللي احنا بنجيبها كمان في بطولات العالم وكاسم للنادي الأهلي بالاستعانة بأولاده، صعوبتها جاية من إن رياضة الكاراتيه في مصر شعبية جدا والمهارات والموهوبين فيها كتار جدا والمنافسة فيها شديدة جدا. يعني لك أن تتخيل إن ممكن بطولة 7 سنين وثمان سنين تبتدي من الدور ال 128 وساعات من الدور ال 256، أنت متخيل 256 طفل في وزن واحد في سن واحد بيتنافسوا عشان يطلع في الاخر اول او ثاني او ثالث. فبالتالي لما بتطلع من البطوله دي للبطوله الاعلى ضد القاهره ومنها لضد الجمهوريه ومنها تصفيات المنتخب، تصفيات المنتخب دي بتبقى حاجه منتهى الصعوبه، 4 لعيبه او 5 لعيبه الاقوياء في كل ميزان في كل سن في كل مرحله بيتنافسوا عشان يطلع منهم واحد. فده نتيجه في ناس بتهرب من انها تشارك باولادها في لعبه الكاراتيه نتيجه ان العدد والموهبه فيها عاليه جدا. فطبعا لا عندنا خامات كتير جدا ويعني سبحان الله يعني دي حاجه ربنا يعني موهبه فينا احنا كمصريين ان احنا مميزين في الالعاب النزاليه عموما بشكل عام وكمان في الكاراتيه بشكل خاص، كل واحد عايز يبدا ويبقى بطل. فكل مراكز الشباب وكل الانديه سهل جدا يبقى فيها بساط كاراتيه واللعبه تكلفها مش عاليه وكمان المدربين اللي فيها على مستوى عالي عددهم كبير، فالمنافسه فيها شديده جدا، فاللي بيوصل فيها بيوصل بشقه كبير جدا. فمش قادر اوصف لك قد ايه الموضوع، لكن الفتره اللي جايه هيبقى فيه اكيد سبوت اعلامي كبير جدا على لعبه الكاراتيه على المستوى المحلي
وحتى هنقربكم اكتر واكتر من الـ من الـ من المواهب اللي هتلاقوها. كمان احنا مميزين كمان في الكاتا والكوميتيه، يعني وبالرغم ان الكاتا مختلفه تماما عن الكوميتيه، مواصفات اللاعب والرياضي اللي بيمارس الكاتا مختلفه تماما عن الكوميتيه، ومع ذلك احنا مميزين هنا مميزين هنا. فلا يعني باختصار عشان ما اضيعش وقت حضراتكم واسيبكم تستمتعوا باللحظه اللي احنا فيها والمشاهد المباشره اللي انتم بتغطوها، لكن لينا ان شاء الله تباعا يعني حلقات كثيره هنتكلم فيها ولينا لقاء بقى حضرتك تنورنا ان شاء الله في حلقه من حلقات البرنامج. مليون مبروك مره ثانيه يا فندم، سعداء جدا بالانجازات دي كلها وكلها طبعا بطبيعه الحال تحسب للقائمين على النادي الاهلي وكل اعضاء مجلس الاداره. المنظومه طبعا كله، في سعاده تحسها في الصوت برضه كده.